أستلا الستار بمسرح محمد الخامس بالرباط على الدورة 11 لمهرجان فيزا فور ميوزك على أنغام ألوان موسيقى متنوعة. وهكذا كان الجمهور على موعد مع ثنائي أركاي من الولايات المتحدة، وهي فرقة موسيقى كهرو صوتية مبتكرة تضم عازف الكمان جوناثان ميرون وعازف تشيلو فيليب شيغوغ. وجمعت الدورة 11 من تظاهرة فيزا فور ميوزك التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 20 لغاية 23 من نوفمبر الجاري، والتي تعد من أبرز مواعيد الموسيقى الإفريقية والشرق أوسطية، أكثر من 1000 محترف في الصناعات الموسيقية و500 فنان من مختلف أنحاء العالم.